مباراه النهارده هي البدايه. طبعا هو الشناوي مش عايز يبالغ، ولكن الشناوي عارف ان احنا كسبانين طبعا، ولكن رايحين النهارده وحاطين في دماغنا ان احنا باذن الله رب العالمين نكسب الماتش زي عاده النادي الاهلي دايما بره او جوه. شفنا كمان الفتره اللي فاتت النادي الاهلي سافر مبكر جدا للجزائر يمكن الثلاث اللي فات، والحمد لله رب العالمين الاشقاء في الجزائر استقبلوه استقبال يعني مش عايز اقول جيد، لا جيد جدا كمان. والنادي الاهلي كمان عمل شويه تدريبات من اجل تجهيز اللاعبين واستعدادهم للقاء اليوم، واللي بنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يواصل الفوز في المباريات الاقصائيه، وزي ما احنا عارفين موسيماني لحد دلوقتي هو صاحب الرقم القياسي. مستر موسيماني اكيد يعني ليكوا برضو ليكوا بعض الملاحظات، ولكن انا برضو عايز ادي الراجل ده حقه. مفيش توفيق بيصاحب على طول، مفيش توفيق بيصاحب لعيب نص نص او مدير فني نص نص على طول. ممكن يصاحبك ماتش اتنين تلاتة، بطولة اتنين تلاتة، مش ست سبع بطولات، مش سبع تمن بطولات. فهو مستر موسيماني درب اللعيبة النهاردة على الخطة اللي هيلعب بيها. ناس تتكلم تقول ايه، طب هي يا ترى، طبعا الراجل المدير الفني بتاع الفرقة التانية وفاق ستيف اكيد النهاردة فلسفته هتتغير بناء على المعطيات بتاع الماتش الاولاني والنتيجة. مستر موسيماني هيغير، طب هيغير طريقة لعب، هيغير لعيبة، ده اللي هنشوفه النهاردة من مستر موسيماني على أرض الملعب. من الناحية الفنية زادت غيابات النادي الأهلي النهاردة عن المباراة باستمرار بعض الغيابات عند يعني اللعيبة مصاب، باستمرار غياب عمرو السولية الغير جاهز للقاء، وكمان ميكوسيوني أصيب بجزع في الرباط الخارجي. ميكوسيوني بيبقى بديل بره ولكنه خارج المباراة النهاردة وهيحتاج فترة علاج يعني ممكن تخش لها في شهرين ثلاثة، ولكن اللعيبة اللي موجودة مع الجهاز الفني النهاردة جاهزين بإذن الله للمباراة وتحقيق الفوز وحلم جماهير الأهلي بالتأهل للنهائي بإذن الله برغم الظروف الصعبة والحاجات اللي بتحاك ضد النادي الأهلي.